هي بالقانون. وفي موضوع اليوم نحكي دونك اليوم على اسناد رخص دون احترام الترتيب القانونيه، شنو ينجر عليه هذايا في القانون، ويجاوبنا على سؤال ماتخ محمد قساره محامي بصفاقس. ماتخ اهلا وسهلا، مرحبا بيك، مرحبا بكافة المستمعين كل. شكرا لك ماتخ. دونك في موضوع اليوم الرخص اللي نحكيو عليها شنو تهم بالضبط، وشنو هي الترتيب القانونيه جوستومون اللي ما يتمش احترامها، وهذايا شنو ينجر عليه قانونيا. هو في البدايه ساعه كيف نقولوا قبل ما نقولوا اسناد رخص دون احترام الترتيب القانونيه، خلينا نفهموا احنا شنو هو الرخص او شنو هو بالضبط. الترخيص. وراو في ترتيب القواعد القانونيه، يعني عندنا نحن ترتيب هرمي، فما شكون من اعلى نص قانوني اللي هو الدستور اللي جو لاخر نصوص قانونيه، يعني القرارات الوزاريه والمناشير وغيرها، نلقاو انه في اسفل الهرم القانوني نحكيو على الترخيص. في الشرق، في دول الشرق، في مصر وفي دول الشرق يقولوا تصريح، احنا نقولوا الترخيص او الرخصه، معناها بالفرنسيه لوتوريزاسيون. ليش شنية؟ هي هو الترخيص يعطي حق شخصي مؤقت ظرفي. الحق هذه حق شخصي ايش معناها؟ معناها لصيق بشخصيه من يسند اليه، بمعنى انه اللي ياخذ ترخيص في اي مجال من المجالات معناها لا يمكنه نقله او التفويت فيه بالبيع او الهيبه او المعاوضه الى اخره. كذلك الترخيص لا ينتقل مثل الحقوق، لا ينتقل بموجب الميراث، ما يتورثش. وبالتالي هذاك ايش معناه؟ هو حق شخصي في شخص معين. حق في شنو؟ حق في ممارسه عمل بطبيعة لازم يكون غير مخالف للقانون، وتسنده جهة رسمية، وأساسا هنا نحكيه على الإدارة. بالتالي الجهة المخولة لإسناد الترخيص هي الإدارة، وعبارة الترخيص شاملة العديد القطاعات، نجم نلقاو عديد المجالات الإدارية اللي فيها يعني رخص. نجم نحكيه على مجال التجارة، نحكيه على النقل، نحكيه على الصيد، نحكيه على البناء وغيرها من المجالات اللي فيها رخص. والرخص هذه خاضعة لجملة من الشروط القانونية الشكلية والموضوعية، بدون الشروط هذه ما يمكنش التحصيل أو إسناد الرخصة هذه. في صورة لهنا تحصيل الرخصة دون احترام هذه الشروط القانونية، شنو الجزاء؟ لهنا ما نحكيوش على جزاء واحد، نحكيو تقريبا على ثلاثة جزاءات. فما سانكسيون سيفيل، معناها جزاء مدني، وفما سانكسيون بينال، معناها جزاء جزائي، وفما سانكسيون اللي هي نجم نقولوا ادمينستراتيف، يعني جزاء اداري. تو نشوفوه بالنسبه للجزاء المدني، هو شنو؟ وقت اللي شخص يتضرر من الرخصه هذيك، لهنا شنو نجم يعمل؟ نجم يعمل الشخص هذي المتضرر من الرخصه، ينجم يتوجه الى القضاء لالغاء الرخصه هذيك، ويصدر القضاء حكم بالغاء الرخصه. وشنو القضاء المختص لهنا؟ بطبيعه ماهوش القضاء العادي اللي هو القضاء العدلي، لهنا القضاء المختص هو القضاء الاداري. والاجراء هذا اللي نجم يقوم به هو دعوه، نسميوها اصطلاحا دعوه تجاوز السلطه، لاكسيون دابو دوتوريتي، فيها شروط شكليه وموضوعيه، والغايه منها كما قلنا هي الغاء الرخصه الاداريه هذه اللي هي مخالفه للقانون. كذلك تنجم الاداره في حد ذاتها ترجع في اسناد الرخصه هذه وقت اللي نحكي وتسحب الرخصه، وقت اللي نحكيو على اساءه استخدام مثلا. واللي الاداره في حد ذاتها يتراءى لها انه الرخصه هذيك مخالفه للقانون، كما في صوره وقت اللي شخص متضرر من الرخصه قبل ما يقوم بدعوه في تجاوز السلطه، ينجم يقوم يعني في مرحله اوليه، مرحله تسويه معناها مع الاداره، وينجم يقدم مطلب، وقبل ما الاداره يعني تبقى لوحه مش يقوموا ضدها قضائيا، تنجم هي ترجع في الرخصه هذه. هذا بالنسبه الى السانكسيون، احنا قلنا سانكسيون سيفيل. السانكسيون لهنا الاخرى في نفس الاطار هذا، نسالوا نحن وقت اللي هل انه اسناد رخصه يحرم الشخص من انه يقوم قضائيا معناها ويطالب بازاله الرخصه هذيك، حتى في فرضا انه الرخصه هذه قانونيه، راهو هذه ما يمنعش انه الشخص لهنا ينجم يقوم ضد الرخصة اللي تضره، والقانون بطبيعة، وحتى لو كان الرخصة قانونية، ونحكيو مثلا بار اكزومبل واحد ياخذ ترخيص نتاع بناء، حتى لو كان ترخيص البناء ليغال وما فيه حتى يعني مخالفة للقانون، في صورة إذا كان البناء هذاك مضر للجار مثلا، ينجم الجار هنا يقوم، والقانون يقول حتى لو الرخصة هذيك لا تحول ولا تمنع الشخص المتضرر منها من القيام قضائيا
لإزالة الترخيص هذاك. ومن باب أولى وأحرى بالطبيعة، إذا كان مثلا البناء من غير رخصة فإنه لهنا الضرر مفترض ويمكن الجار القيام قضائيا. فماشي لهنا سانكسيون بينال كما قلنا موجود، العقوبات الجزائية موجودة، لكن راهو إسناد رخصة غير قانونية في حد ذاته ما يعتبرش فعل مجرم. لكن عادة يقترن إسناد رخصة دون احترام التراتيب بجريمة أخرى، اللي هي الجريمة خطيرة، اللي هي جريمة الارتشاء، وأساسا ارتشاء الموظف العمومي، واللي كما نعرف نجم يوصل فيها العقاب إلى السجن مدة 10 أعوام، هذا في صورة إذا كانت الرخصة تعطى برشوة. هذا بالنسبة إلى العقاب الجزائي. العقاب الإداري بالطبيعة هو تنجم تصير فما تتبعات تأديبية ضد الموظف اللي أعطاه الرخصة هذيك معناها دون احترام التراتيب القانونية. ونعرف نحن العقوبات التأديبية تجم تبدأ من التوبيخ، تجم توصل حتى للريفوكاسيون إلى العزل. واضح ما يتخو فيما يخص جوستمون الرشوة هذية، هو فكرة متاع موضوع زيادة اللي نجمو نترقلو في فرصة أخرى في بالقانون. شكرا لك ما يتخ محمد قسارة، محامي بصفاقس، كان معنا في موضوع اليوم إسناد رخص دون احترام التراتيب القانونية في بالقانون. بالقانون.